جديد. صباح الخير للكل. عم نحكي بهاي الفقرة أو سنتحدث في هذه الفقرة عن الجامعة الأمريكية في مادبا. يعني جامعة فتية، أنا لسه يعني أو لسه ننتظر منها المزيد والمزيد، ولكن لحد الآن مخرجاتها التعليمية ممتازة، طلابها كثير مميزين، فيها العديد من ما هو جديد يعني يضاف إلى المشهد الأكاديمي والتعليم العالي في الأردن. الجامعة الأمريكية وتفاصيلها هذا الصباح مع الدكتورة حنان المدانات، وهي نائب عميد شؤون الطلبة في هذه الجامعة. صباح الخير. صباح الورد دكتورة حنان، أهلا وسهلا فيكي. نورة العدوان، طالبة في كلية الترجمة أو في تخصص الترجمة في هذه الجامعة. صباح الخير وأهلا وسهلا يا نورة. أهلا وسهلا معك دكتورة حنان. كيف نعرف على هذه الجامعة أكثر؟ الجامعة ليست بقديمة، بس لحد الآن عم نحكي عن يعني مشوار ممتاز قطعته الجامعة الأمريكية في مادبا. شو ممكن تحكي لنا كتعريف للي ما بيعرفوا معلومات كافية عن هذه الجامعة؟ صباح الخير أول شيء. صباح الخير لجميع مشاهدينا ومستمعينا. صباح الخير لوطننا الحبيب. الجامعة الأمريكية في مادبا هي جامعة أردنية وطنية غير ربحية، نعم، معتمدة في الأردن من وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، مسجلة في ولاية نيو هامشير في أمريكا كجامعة أمريكية. الجامعة الأمريكية في مادبا بتقدم من خلال كلياتها 17 تخصص، في كلية الهندسة تخصص الهندسة المدنية، هندسة الميكانيك، كلية العلوم بتقدم تخصص الأحياء والبيوتكنولوجي، التكنولوجيا الحيوية، في كلية العمارة والتصميم بتقدم التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وهندسة العمارة، في كلية اللغات والاتصال بتقدم تخصصي الترجمة و نعم الآداب، تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب، وأيضا في كلية العلوم الصحية بتقدم تخصص الصيدلة والتغذية والحمية وأيضا المختبرات الطبية. كلية المال والأعمال كلية كبيرة ما شاء الله، بتقدم فيها تخصصات إدارة الأعمال، التمويل والبنوك، التسويق، المحاسبة وإدارة المخاطر. الجميل عندنا في الجامعة أنه ما في حدود بنوقف عندها، على الرغم مما ذكرتي أنه جامعة فتية صغيرة، بداياتنا فعليا من سنة 2011. طموحها كبير وبتتوسع. عشان نعرف الطموح ونحكي عن الجميل في هذه الجامعة، خلينا نشوف هذا البرومو عن جامعتكم. نعم. ونرجع نحن وياكم نكمل حوارنا. نعم. ميزات الجامعة الأمريكية في مأدبة: برنامج الدراسة في الخارج لمدة فصل أو فصلين وبنفس الرسوم المحلية، الأسبوع الدراسي 4 أيام فقط من الاثنين إلى الخميس، جامعة أردنية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومسجلة بولاية نيو هامشير الأمريكية، منح دراسية تحسب بحسب التفوق الأكاديمي. الجامعة الأمريكية في مأدبة، كادر أكاديمي مميز، مخرجات تعليمية مميزة بتحصد نتائج رائعة في امتحان الكفاءة الجامعية. تضم الجامعة الأمريكية في مادبا مجمع رياضي مميز، ملاعب داخلية وخارجية، مسبح داخلي شبه أولمبي. الجامعة الأمريكية في مادبا. نعم، شكلا حلوة الجامعة، يعني جداً. أجواء الحرم الجامعي جميلة جداً. وإيجابية. نورة، يعني أنت تخصصك ترجمة، سنة إيش نورة هلأ حاليا؟ ثالثة. يعني تعودتي على الجامعة وصارت يعني معروفة كل زاوية فيها. شو ممكن تحكي لنا عن جامعتك من منظورك كطالبة؟ يعني طلاب لهم دائما وجهة نظر ترى مختلفة عن الإدارات عن الأكاديميين. طبعا انا الحلو، اول شيء صباح الخير على الجميع وعليك. اول شيء جامعتنا الحلو فيها انه احنا بس بنداوم 4 أيام بالاسبوع. اوكي. عندنا عطله ويكند كثير طويله اللي هي 3 أيام. بالاضافه لانه احنا عندنا بجامعتنا المواصلات اللي فيها بتحتوي على انترنت. يعني كل شباب هاي التفاصيل. طبعا التفاصيل الدقيقه اللي احنا تسهيلات. طبعا تسهيلات. غير هيك ان احنا عندنا الحرم الجامعي مليان
فيه ثقافات كثيره، عندنا السوريين، العراقيين، الليبيين، يعني طلاب من دول عربيه مختلفه متعدده جدا، دول عربيه متعدده جدا. غير هيك انه احنا كل فرد بيحترم خصوصيه الفرد الاخر، يعني عندنا عدم التدخل والاحترام، هذا من اولويات الجامعه طبعاً. يعني لازم الكل يحترم بعض. غير هيك عندنا الكادر الاكاديمي اللي هم الدكاتره، طبعا الدكتوره الرائعه حنان مدانات، غير هيك كل الدكاتره الثانيين دكاتره رائعين جدا، ما بتعاملوا مع الطالب زي كانك انت طالب، علاقتنا مع بعض زي عيله واحده، الطلاب وعلى الدكاتره زي اولاد، يعني انا دكتور ابوي او الدكتوره امي، وهيك تتعامل معنا من الجيل بكل شيء، جو اسري رائع جدا. غير هيك ان احنا عندنا التعليم بجامعتنا كله باللغه الانجليزيه، ممكن بعض الطلاب انهم يلاقوا صعوبة وتحدي في هذا الموضوع، ولكن سوق العمل عم بتطلب هذا الشيء. غير هيك ان احنا عندنا ممتاز، نعتز كثير بلغتنا، بس سوق العمل للاسف يعني حاليا في كثير تخصصات يجب ان تدرس باللغه الانجليزيه. تفضلي. فعشان هيك احنا برضه جامعتنا اللي عنده شوي صعوبه في الانجليزي قبل ما يدخل الجامعه بيروح على معهد برضه تابع لجامعتنا، بدرس سنه انجليزي بدخل لجامعتنا. غير هيك برضه بجامعه في عندك فيما لو انت ضعيف شوي بالانجليزي ممكن دكاتره يتابعوك عمل انت تصير قوي بال... نورا انت شو التخصص اللغوي اللي عم تاخذيه؟ يعني ترجمة. ترجمة. ومن ضمن ترجمتنا الإنجليزي للعربي عندنا مادة إجبارية. أنت إنجليزي عربي ما في لغة ثالثة. لا بس إجباري ناخذ إيطالي واحد وإيطالي اثنين. طيب لسه بدك تاخذيهم ولا خلصتهم؟ طيب أوكي، صعب الإيطالي شوي. بس يعني ممتع. حبيبتي ما شاء الله عليكم. الله يسعدك. طيب دكتورة كنت عم بتقولي لي بدي أحكي عن تخصصين ضروري أحكي عنهم بشكل مستفيض، شو هم دكتورة؟ بالإضافة للتخصصات اللي ذكرتها الآن الجامعة فيها تخصص أو تخصصين جدد اللي هي تخصص إدارة الموارد البشرية. الجامعة الأمريكية في مادبا تدرس وتمنح درجة البكالوريوس فقط في الأردن في هذا المجال، يعني في جامعات أخرى تمنح درجة الماجستير والدكتوراه، لكن بأي تخصص؟ الموارد البشرية والتصميم والتواصل البصري. طبعا تدرس في أيضا كورسات المالتي ميديا في الميكينج، الأنيميشن، جرافيك ديزاين. هلأ سوق العمل لا يوجد في تخصص كخريجي درجة بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، فنحن كنا من الرواد في هذا المجال. إن شاء الله يعني بعد 4 سنوات طلابنا بعد ما يتخرجوا رح يكونوا الأوائل في سوق العمل في الأردن في كافة القطاعات في تخصص إدارة الموارد البشرية. وأعتقد هذا التخصص حساس جدا في المؤسسات، في البنوك، في أي قطاع يجب أن يكون الشخص اللي بيشتغل فيه على درجة عالية من التخصصية والكفاءة. تماما. إذن هدول تخصصين أنتوا بتحسوا أنه أنتوا رواد أو أوائل في تدريسهم بشكل أو بآخر؟ وعلى الأرجح نحن الأوائل في إدارة الموارد البشرية. والتصميم والتواصل البصري هذا تخصص جديد فتحناه بالإضافة لل 18 تخصص الموجودة بالجامعة. بالضبط. تماما. يعني نورة لما بتقول منقول أنه أنا طالب في 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 الجامعة الأمريكية في مادبا، شو بقول عن حالي بس أتخرج أمام صاحب العمل؟ يعني أنا مميز لأنه كانت حياتي الجامعية كذا وكذا وكذا، لأني درست كذا وكذا وكذا. شو هي الأسلحة اللي رح تكون بإيدكم تحكوها أمام بسوق العمل وأمام صاحب العمل؟ هلا طبعا أهم ميزة اللي هي إحنا عندنا الستدي أبويد اللي هي دراسة في الخارج اللي هي ممكن تكون سلاح قوي معاكي، بس أنت اختياري، يعني حابة تدرسي برا حابة مو حابة لا. لمدة فصل أو فصلين نفس الرسوم اللي إحنا بندفعها بجامعتنا ندفعها برا، فهذا بيوفر على الطالب رسوم كتيرة ممكن يدفعها لو حاب يدرس برا. فبالتالي إحنا جامعتنا أمنت لنا هذا الإشي، وأنا كتير من صحباتي يعني طلعوا وكانت مفيدة بالإكسبرينس تاعتهم. شطارتكم أنتوا كطلاب كمان عم تطلع. الإكسبرينس تاعتهم بالجامعة بعد ما طلعوا برا ورجعوا كانت كتير رائعة وساعدتهم كتير بأنهم لما دخلوا على سوق العمل. غير هيك إنه إحنا بجامعتنا في عندنا الشغل الميداني يعني بقوينا، مثلا احنا ممكن ندرب كطالب الترجمة، انا الفصل الجاي عندي تدريب اجباري بجوردن تايمز. برافو. فانا برافو. بالتالي رح يكون معي برضه سلاح في تشبيك مع مؤسسات وسوق العمل بشكل اساسي. طبعا. دكتورة حنان بتهتموا بموضوع انتم لسه، يعني انا بقول بدنا نضل نقول انكم لسه في اول الطريق ولكن قاطعين برضه مسافات منيحه. موضوع الرانكينج او التصنيف الجامعي قد ايه بتهتموا انه انتم تكونوا دائما يعني مطلعين على ترتيبكم بين الجامعات الاردنيه والجامعات العربيه والعالميه؟ لا شك هذا الموضوع جدا مهم. الجامعه الامريكيه
في مادبا يعني حازت على مراكز متقدمة في امتحان الكفاءة الوطني للطلبة الخريجين، وفي تخصصات متعددة وأبرزها هي تخصص الصيدلة، اللغة الإنجليزية وآدابها، التغذية والحمية، وهندسة العمارة. مثلا في تخصص الصيدلة الجامعة الأمريكية في مادبا طلابها الخريجين أخذوا المراكز الأولى المتقدمة في امتحان نقابة الصيادلة الأردنيين، وأيضا نتيجة ممتازة. نعم نعم، وامتحان الكفاءة الوطني أيضا حزنا على مراتب أولى. دائما في يعني سعي لأن نكون في أعلى المراتب. نعم. مقارنة مع العمر الزمني للجامعة طبعا. لكن إنجازاتها وضع حجر الأساس سنة 2005، لكن باشرت عملها فعليا سنة 2011 بالزبط. وتخرجت أول دفعة منها سنة 2015، فنحن عم بنخرج أفواج لسوق العمل. نعم. ويعني فخورة جدا أني أحكي أنه سمعة خريجينا في سوق العمل جدا رائعة، لدرجة أنه بعد الفوج الأول ما تخرج أصبح يطلب منا خريجين حتى قبل التخرج في سوق العمل. في عنا مكتب متابعة الطلب الخريجين، هذا المكتب بيهتم أنه يوفر وظائف للطلب الخريجين، وحقيقة مش هو اللي بيوفر بقدر ما هو بتجاوب مع متطلبات سوق العمل في حال الطلب مستمر. بدنا خريجين أكفاء يعني نعم يمسكوا الوظائف بشكل محترف. نورة، لما بنقول عن أي جو جامعي أنه هو جو مثمر، نحكي عن نشاطات لا منهجية كثيرة، يعني نحكي عن فريق كرة سلة، نحكي عن باند أو فرقة موسيقية، نحكي عن نشاطات مسرحية. بصراحة أنا بحس أي جامعة ما بتهتم بهذا الموضوع يعني بتكون حرمت طلابها كثير كثير أشياء. قد ايه بتحسي أنه هاي النشاطات موجودة عندكم وجامعتكم مهتمة فيها بشكل؟ طبعا بالنسبة لي أنا ممكن بحس جامعتي أكثر جامعة بتعمل نشاطات، بتعمل أشياء مسرحية وباندات كل إشي، لأنه أنا كنورة أنا يمكن الفصل كله بروح أنا بشارك في النشاطات، يعني ما بقدر ألحق على دراستي قد ما بلحق على النشاطات الموجودة. أي فرقة منضمة أو باند أو فريق كرة سلة أو شيء؟ لا، مرات بقدم شعر، بقرأ شعر. يوم بدرس ترجمة كمان. يوم الجاليات اللي بيصير عندنا كل سنة تقريبا وصرنا عاملينه مرتين، هو يوم جدا رائع لأنه كل الجاليات اللي عندنا بالجامعة اللي هي تقريبا 20 جالية إحنا عندنا، كلنا بنجتمع مع بعض. والحلو فيها جامعتنا انه احنا مش انه كل جالي والله بتروح كل وحده توقف لحالها وما حدا بوقف مع تاني، بالعكس يوم تطلع الاغنيه الاردنيه كلهم بوقفوا مع بعض. الاغنيه العراقيه كلنا بنوقف مع بعض. السوريه يعني كلنا، ما في عنا انه انت هيك انت، لا ابدا، يعني كلنا مع بعض بطريقه ما حدا ممكن يتخيلها. ودليل على انه كمان يعني وانا بحب الجامعه اللي بتعلم اولادها ضروره تقبل الاختلاف طبعاً. الراي والراي الاخر، كونوا ديمقراطيين، كونوا مفتحين على الآخر. بال يعني كلمة أخيرة منك دكتورة حنان كمان للناس اللي يعني يعني بدها لسه مش عارفة الصورة مكتملة عن الجامعة الأمريكية. الجامعة الأمريكية هي الهدف الرئيسي فيها أن تخرج الطالب الإنسان للمجتمع. يعني بالنهاية نحن بدنا نخدم مجتمعنا، بدنا نخرج إنسان ليس فقط طالب بيحمل شهادة أكاديمية، إنما هو مواطن صالح فعال مثمر مهتم بذاته، بأهله، ببيته، بمجتمعه الأصغر ومجتمعه الأكبر اللي هو الوطن. لهيك نحن عندنا معرض إن شاء الله في الماريوت رح يكون بشهر 9، رح نعلن عنه. هذا المعرض مفتوح ليس فقط عشان نحكي عن المنح اللي بتقدمها الجامعة والتسهيلات المالية اللي بتقدمها الجامعة للطلاب اللي بنقبلوا فيها، لكن نحن بنوفر خدمة إرشادية لكل الطلاب اللي هم الآن بحاجة يعرفوا لوين يتوجهوا بدراستهم لحتى مستقبلا بسوق العمل ما يتعرقلوا، تكون الأبواب مشرعة أمامهم ويقدروا يشتغلوا بأريحية وبسعادة. بنركز على الطالب السعيد، أنه نخرج إنسان سعيد، إنسان عارف هدفه بالحياة مش تائه. أنا بتمنى لكم كل التوفيق في الجامعة الأمريكية في مادبا. تحياتنا لكم، لطلابكم، لأساتذتكم. شكرا جزيلا على حضورك دكتورة. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا ونورة الجميلة. شكرا جزيلا لك. وإحنا رح نضل بمادبا على فكرة، زميلنا رعد الرقاد عنده هذا التقرير اللي له علاقة بمدينة مادبا السياحية الأثرية الجميلة. خلينا نشوفه مع بعض ونرجع لكم.